في ممثل معقدك من جمال موهبته كنت تتمني انك تقفي قدامه؟ من جمال موهبته انا اللي معقدني يحيى الفخراني، بس الحمد لله ربنا اداني الفرصه وقفت قدامه 4 مرات. 4 مرات. بتاخدي نفس عميق؟ لا انا عايز نفس بجد من 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 جواكي كده. ايه اللي هتضحكي عليا؟ دي بتمثلي دلوقتي اهو. لا والله مش بمثل. طب انت